بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعضنا ان شاء الله بعد ما خدنا الاوردرنج اوبريتورز، هناخد دلوقتي الجروبنج اوبريتورز. جروبنج اوبريتورز ازاي اجمع اللي هي بتماثل جروب باي، تماثل جروب باي. هنشوف هنتعامل معاها ازاي. لو جينا بصينا ناخد مثال على طول بشكل مباشر، نرجع للفيجوال ستوديو، بقوم منزل اكزامبل، اعمل اكزامبل جديد، اخد كوبي من الزرار دوت واعمل بيست في الخصائص، اغير خليه 17. تعالى مع بعض نبص على الاكزامبل ده. عرب بار اكسبريشن يساوي كاستمرز دوت جروب باي، لقيتها على طول كده، قلت له كل سي ده اوبجكت واقول لك جروب باي ايه، قال لي جروب باي ايه، قلت له السي دوت الكانتري، جمعهم لي كانتري كانتري وخلاص. كلام جميل قوي. عشان اقدر بقى اطبعهم لو قلت فور اتش فار اكس مثلا، اكس دي اللي هي الكاستمر ان جروبز بقى موجوده في الاكسبريشن بتاعي، وجيت اقول له في الليست دوت الايتمز اللي عندك دوت اد، قال لي هتاد ايه؟ قلت له اكس دوت، هلاقي دوت كي، هلاقي خاصيه اسمها دوت ايه كي، وبيشتغل مع لو خدت بالك الكانتريز بتاعتك اي جروب، دي الانترفيس بتاعتي اسمها اي جروب، زي اي انيميرابل كده. خلاص في عندي حاجه اسمها الكي، حاجه اسمها عندي اسمها الكي. تعال نبص على الكي ده عباره عن ايه، سيمي كولون، تعال نعمل رن. وادوس على اكزامبل 17، لقيت ايجيبت وكويت، دول الكيز بتوعي، بس كده دول الكيز بتوعي. لكن انا عايز اوضح شويه حاجات. اولا هو فار اكس دي جايه لي كايه؟ قلنا جايه لي كاي جروبنج. يعني لو جينا بصينا كده اي جروبنج ده الاساس بتاعنا، والاي جروبنج ده بحدده قايم على كي واليمنتس جوه الكي. الكي بتاعتي هي الكانتريز، الكي بتاعتي هي مين؟ الكانتريز، ده الكي اللي بجروب بيه. بجروب ايه بقى؟ الحاجات اللي بجروبها، قلت له الحاجات اللي بجروبها هي عباره عن كاستمر، عباره عن مين؟ عن كاستمر، فده اساس مين اصلا؟ الاكس. وهي عباره عن اي جروبنج، باخد حاجه برتب على اساس، بجروب على اساسها، وحاجات بتترتب جوه الحاجه اللي برتب عليها. يعني زي مثلا الكانتري، وبرتب جوه كل الكاستمرز اللي جوه الكانتري دي والى اخره. دي الانترفيس بتاعت الاي جروبنج. الكي جابت لي الحاجه اللي بجروب بيها اللي هي الكانتريز. لو جينا عملنا كده، بنيجي نعمل كده بنلاقي ان هو في حاجه اسمها اوت، ده التي كي، وفي التي اليمنت. لو جينا قلنا كي دوت، هتلاقي في عندي اليمنتس اد، ده هنتكلم عليها بعدين، ماشي؟ خليها دلوقتي عشان نشوف كده، خلي دي الكي بتاعي بس خلاص. وجوه الكي بتاعتي انا محتاج ان انا الف اعرض الكاستمرز اللي موجودين جوه، عايز الف هنا اعرض كل الكاستمرز اللي موجوده جوه الجروب ده، جوه الجروب ده، فاقول له فور فور ايتش فار ايتم اي موجود جوه، جوه مين؟ قلت له جوه الاكس، لان يعني الاكس بالنسبه لي دي، الاكس بالنسبه لي ديت شايله الكانتريز، فانا عايز الف جواها على الكاستمرز اللي جوه الكانتريز. خلاص كده، ففار اي ان اكس يبقى فار ايتم او فار كاستمر ان الكانتريز. طب تعالى نغير اسمها كده، خلي دي كانتريز، يبقى هنقول له ايه؟ كانتريز كانتريز دوت كيز، وهنا بقى اقول له ايه؟ اي ان ايه؟
in countries. countries is small. والاي دي بالنسبه لها تبقى ايه؟ كاستمر، صح كده؟ عميل جوه الكانتريز، عشان بس يبقى الاسم واضحه، يبقى العمليه تثبت يعني. وبكده ممكن اقول له ليست دوت ايتمز دوت اد، ضيف لي، هيضيف لي ايه؟ هيقول لي انت عايز تضيف ايه؟ قلت له كاست. طبعا دوت اقدر اطلع لي السيتي بتاعتها والكانتري بتاعته والنيم والى اخره. قلت له يكفي النيم، ولا اقول لك اعرض لي كمان مين؟ السيتي. يعني هقول لك كاست دوت السيتي ما بين قوسين كده. بس برضو انا محتاج حاجه كمان قبل كلمه اسم العميل، كم مسافه كده، عشان مفترض ان يعرض الكي اللي هو الكانتري، وبعد كده جواها كده سبيس، وبعد كده اسم العميل، ثم اسم العميل التاني، ثم اسم العميل التالت، وبعد كده يبدا يعرض الكانتري وجواها شويه عملاء والى اخره. لو جينا جربنا المثال ده، طبعا المثال هنا الشغل كله في الطباعه في الجروبنج، لكن هي بالنسبه لنا قلنا كاستمرز جروب باي وعلى طول مفيش مشكله خالص. لما اعمل رن شوف الاكزامبل بتاعنا بقى عامل ازاي. هنا ايجيبت، وادي المسافه بتاعتنا، جاب له مهيمن وصابور، وفي الكويت قال لي بسمله وحكيم. خلاص ده كده عمل لي ايه؟ ادي الجروبنج. وبدنا نقدر نطبع الحاجات اللي جوه الجروب اللي احنا عايزينه، جوه جروب احنا ايه؟ جوه جروب احنا عايزينه. طيب لو عايزين نعمل الكلام ده بالال اي ان كيو، الكلام دوت اللي عملناه ده، طبعا الطباعه بالنسبه لي في الاثنين، سواء كنت عاملها بالشكل ده او كنت عاملها بشكل لاين كيو، الطباعه هتبقى بالنسبه لي واحده. لكن تعال نشوف اللي هنا الشغل هيبقى عامل ازاي. اقوم جاي كده على الشاشه ومعامل اكزامبل تاني. بيست. خليه مثال 18. الطباعة هتبقى بالنسبة لي هي هي، شارع تاني خلاص، لكن الجملة بتاعتي بافار خلاص. اكسبريشن يقول عايزك فروم سي، اللي انا هدلعه اللي هو عبارة عن كاستمرز، قال لي ايوه. قلت له عايز اعمل جروب بس كده، جروب السي باي، هنا هترتب لي السي ديت باي ايه بقى؟ سي دوت كانتري، سي دوت ايه؟ كانتري. ده الشكل بتاع اللاين كيو. اقول له فروم السي ان كاستمر جروب السي باي كذا كذا. انا ممكن يكون عندي اكتر من حاجه، واقول له جروب السي وجروب الاو وجروب كذا وجروب كذا. يبقى كده ده الشكل الثاني بس باللاين كيو. لو جينا رنينا كده المثال بتاعنا هيعرض لي نفس الايه؟ النتيجه، سواء باللاين كيو او بالاكسبريشنز العاديه. طب لو انا عايز اعمل جروب حاجه جوه حاجه، عايز اجروب حاجه او اجروب باكتر من حاجه، عايز اجروب باكتر من ايه؟ اجروب باكتر من حاجه. عادي جدا اقدر اقول له جروب باي السي دوت كانتري كوما والسي دوت نيم، ما جاتليش. اقول له ايه؟ جروب باي نيو سي دوت كانتري كوما، ما جاتش برضو، سي دوت نيم. يبقى كده هايه؟ هيجروب باي الكانتري، ومن جوه الكانتري هيجروب باي مين؟ النيم لو كان في اسماء متشابهه يعني. لو كان في اسماء ايه؟ متشابهه. او خلاها بالسيتيز. يبقى يرتب بالكانتريز، ولو كان في سيتيز متشابهه يبدا يشتغل على ايه؟ على السيتيز اللي شبه بعض. بس جوه الكانتري الاول، يبقى يرتب كانتري وبعد كده يرتب ايه؟ نيم. واحد يقول لي بس هنا كده بقى هيبقى يعمل ايه؟ قلت له عادي الكانتريز وبيرتب بالايه؟ بالكاستمرز، صح؟ بيرتب بالكاستمرز. لو جينا جرنينا كده نجرب المثال بتاعنا، ما عرضش حاجه، طلع لي ايرور. ليه بقى؟ قال لي انا بقى مش قادر اكاست الاوبجكت جروبنج ده خالص بالشكل اللي انت عامله ده، مش قادر اكاست الكلام ده. قلت له اه فعلا، لان انا يعني انا بريتيرن ليك او يعني نوت ده انا برتب كده جوه، مش برتب كاستمرز بقى. اقول له نوت ايه؟ خليهم سترينج
خلي الكلام بيرجع سترينج بس كده، مش هيقدر يشوف برضو الايه النيم والحاجات دي. تعالى كده طيب نقول له الكاست بس، بس ان الكاست ده بقى يعتبره هو سترينج زي ما انا حددت. تعالى نعمل كده رن، نجرب الاكزامبل بتاعنا، ما جابليش نتيجه او علق هيطلع ايرور برضو. انيبل كاست الاوبجكت للتايب اللي احنا محددينه كده، ريكاست الكلام دوت انفاليد كاستنج اوبريشن. قلت له طيب اعملها لي فار، بعد كده فار خلاص هيقدر يشوفها عادي، واقول له اعرض لي هنا النيم واعرض لي هنا السيتي عادي. ما قدرش كاست او انا سرحانه من العمليه، اعمل ستارت. عملت مرتين ما كنتش بعمل مسح، اقفل وافتح تاني. كنتش عامل كلير قبل الليست ما تتملي. اطبع كده، قال لي الكانتري بتساوي ايجيبت السيتي 6 اكتوبر وده مهيمن. خلاص كده لاحظ كده ايه بقى، لاحظ ان الغلطه كانت عندنا على فكره مش السترينج، جروبنج اللي احنا كنا عاملينها. جروبنج كان من الاول بيكتب لي كانتري بتساوي ايجيبت، بس المره دي مش كانتري، ده كانتري بتساوي ايجيبت واول حاجه مدينه 6 اكتوبر فيها مهيمن، بعد كده ايجيبت مدينه كايرو فيها كذا، كده ايجيبت الكويت مدينه كذا فيها كذا، الكويت مدينه كذا فيها كذا الى اخره. يبقى كده بيرتب هنا الجروبنج مش على حسب حاجه واحده، مش الكانتريز، ده كانتري الريف كانتري اند مين اند سيتي. عشان كده لما كنا محددين هنا الحته دي، ارجع باك، ايوه كنا حاطين دي كانتريز، فكان بالنسبه لنا مش قادر يحولها لكانتريز. كانش قادر يحولها لايه؟ لكانتريز، لان هي الري اوف كانتريز اند ايه؟ اند سيتيز يعني. مش عارف انا رجعت لغايه فين؟ بص الدنيا اظبطها، جروب باي سي وسي دوت كانتري وسي دوت، رجعت انا بعمل كنترول زد دلوقتي ما خربتها خالص. ماشي نيو سي دوت كانتري جروب باي نيو سي دوت كانتري كوما وسي دوت سيتي. خلاص وانا مش هنحدد ان دي كانتريز اي جروبنج الكانتريز، لا دي اصلا دي الاري اوف كانتريز اند سيتيز مش كانتريز. خلاص فاقول له نوت دي فار، وهنا هقول له كاست دوت نيم وسيتي. ماشي نفس الايه الشكل بتاعنا كده، ارجع اسمها عشان انا وصلت مثال، فعايز اتاكد ان هو كان شغال مظبوط. واطبع مظبوط، لان الكي بتاعي عباره عن كانتري وسيتي الاثنين في نفس الوقت، ده الايه الكي بتاعي، الكي بتاع الري اوف كانتري اند سيتي اللي انا بقول له اطبع هنا الايه الكانتريز دوت كيز. ممكن اكون بصينا بصايه على سريعه كده على الجروبنج، على الجروبنج اوبريتورز.